وبندر، أنا بالنسبة لي يعني أشوف قرار إقالة بابلو ماشين قرار غير موفق لإدارة الرائد. أكيد أنتم داخل العمل تشوفون شيء مختلف. الفريق كان في المركز الثامن وعنده 24 نقطة، كان فوق الرائد أبها والفيحة وضمك، ونشوفهم لا زالوا في ثبات المستوى وماشيين بشكل جيد. فبالتالي القرار عطفا على خسارتين كان غير جيد للفريق، انه المدرب يرحل وهو مقدم مع الفريق اداء كويس. لما نجي نقيم مرحله المدرب اللي بعده، لعب مع الفريق 7 مباريات، حصل على 5 نقاط فقط، عنده فتره توقف او فترتين توقف مرت عليه، كان بامكانه انه يكون شكل الفريق افضل من اللي قاعد يظهر فيه. خسر 4 مباريات، ال4 مباريات اللي خسرها تعادل 50% من اللي خسره باولو في 18 مباراة. فبالتالي النقاط المتراجعة للفريق ما كانت بهذاك السوء عشان يتخذ قرار. يعني أنا سمعت حديثك بداية الحلقة عنه، بس إلى الآن أنا ما يعني كمتابع وقاعد أشوف كرة جميلة كان يقدمها الرائد، إلى الآن مش مقنعني الرد. أنا اليوم أخذ لسان حال جماهير الرائد أنه هذا القرار لم يصب في مصلحة الفريق. شوف اخوي عبد الله في بدايه الحديث ايش قال لك؟ قال لك من الناس اللي يحب رئيس النادي يحب الاستمراريه مع المدربين، ولكن لما انه يا طول العمر يجونك اللاعبين وهم اهم حاجه، اللاعبين كانوا يمكن قبل التوقف اللي صار في المعسكر اللي كان في شهر 12 اللي عسكرنا فيه في القاهره، كان اللاعبين اجتمعوا معي وقالوا لي المدرب ما يصلح لنا، ما راح نمشي مع ذا المدرب. فأنا قلت لهم يا جماعة خلونا نعطيه فرصة، خلونا نصبر لين بعد المعسكر، خلونا نشوف الحين عندنا معسكر بيكون يعني المعسكر بيكون المعسكر يعني أفضل، والمدرب بيكون يعني عنده فرصة ثانية. وهديت العيال يعني يا شباب خلونا نشوف. رحنا المعسكر رجعنا نفس الشيء ما تغير، اجتمعوا معي قالوا لي ثقة تامة يا أبو بندر المدرب ما راح يمشي معانا. فاضطريت يعني مجبر أني أنهي عقد المدرب. يعني أنت لما تنهي عقد مدرب أنت ما تبي خسائر في شروط جزائية، خصوصا أبو بندر ولا أقطع كلامك إلا بالخير، أنه كان مقدم الرائد بصورة جيدة جدا. حتى لو كان قناعات اللاعبين في جانب معين، بالعكس يعني مثلا الرائد لما تجي تقارن مبارياته في 18 مباراة مع الفرق المتوسطة والأقل، كانت أغلب مباريات نوعا ما جيدة. يعني أنت الآن متبقي لك أبو بندر الطائي والنصر والشباب والأهلي، يعني أنت مع باولو فزت على الطائي 4 وفاي ومتعادل مع النصر وفايز على الأهلي 1-0. يعني ما كانت النتائج السيئة. لو تلاحظ ال3 فرق هذه ما بين المقدمة والفرق المتوسطة، فوجهة نظري ما كان قرار جيد. في المقابل أبو بندر اللاعبين الأجانب، يعني أنت الآن إذا عندي 7 أنا من 7 فعليا ماني مستفيد. خليني أقول أنه أبو بندر أحسن الاختيار، بس في لعيبة إصاباتهم كثيرة. هل عندي مشكلة في الطاقم الطبي أو الإصابات مزمنة كانت تستحق أني أخذ الكفاءة وأطور الفريق؟ لأن الرائد اختلف وبدأ يتراجع، لأن الفرق بعد تغيير المدرب الفرق اللي انت قابلتها كلها جددت، كلها طورت عناصرها، فما كانت هي الفرق اللي قابلها الرائد الدور الأول. ليش الرائد ما أخذ في باله أنه لازم أنا أضحي وأغير لعيبة عندي لأنه الإصابات مزمنة عشان أطور الفريق ويكون شكل الفريق أفضل؟ شوف بالنسبة يا طول العمر نرجع ونقول على المدرب، اوكي، هو قرار ما تقدر انت يعني تعاند وتخلي اللعيبه يتصادمون مع المدرب، وهذه كانت من الاشياء الفنيه اللي كانت موجوده عندنا. فصعبه جدا، انت لازم تتخذ قرار ان اللعيبه يعني هم اللي يلعبون، هم اللي يتعاملون مع المدرب. فانت لو انا اشتغل معك وانا ماني مرتاح معك ما راح اعطيك اللي انا ابغاه. عرفت؟ المدرب اللي جاء هذا وانت قلت لي كان في توقفه، ما كان في توقفه، توقف يمكن فتره واحده، لانه هو مشى في 26 يناير طلع قرار اقالته، فبعدها المنتخب لعب في فتره توقف واحده. توقف واحده هذه اللي كانت موجوده تقريبا قرابه ال10 ايام، 10 ايام وانا ماسك الفريق في تمارين، يعني وقت للمدرب الجيد، وقت على الاقل اظهر باقل الخسائر بشكل افضل. ما راح ادافع لك عن المدرب، ولكن المدرب يعني وصل عندنا قبل مباراه
قبل مباراة الاتفاق أعتقد بأربع أيام ولا خمسة أيام، يعني أول مباراة أشرف عليها هي مباراة الاتفاق، والفريق كان مباراة الاتفاق قدم مستوى ممتاز جدا، يعني لولا الله في ضربة الجزاء كان طلعنا بالثلاث نقاط، طلعنا بنقطة واحدة. المدرب الآن عنده الفترة، وهذا اللي كان بعد حديثي معه، أن المدرب يقول يعني هنا بتشوف الشيء اللي أنا بقدمه، لأن عندي الآن فترة شهر راح يعني بيختلف كل شيء. أنا لما جيت كنت ماشي على شيء بس ما عندي وقت، يعني أربع أيام خمس أيام أربع أيام خمس أيام، الآن يا ما عندي عذر، يعني لا يوجد عندي عذر نهائيا. جم.